هذا كيما كان في البلاد كاين أولويات، من بين الأولويات تخويط الاقتصاد ديداسيتي ليكونومي بشكل ميساج دي بريزوفوار بيبليك دونك بليزيور يعني يلح على ديداسيتي ليكونومي ولعل برنامج ديال البي بي اي اللي انتوما في مسار أكثر دليل على ذلك و غارج بلاد و الموتو سيفيزونس وغيره وغيره. بالتالي ما تطرحه انت كاشكاليه للمواطن كاين ميكانيزمات وين عرفنا ريابيليتاسيون يعني التهيئه في الجانب الاركيتكتورال اي تكنيك دونك وين هنا سي دي سيباري لي دو بلان ناسيونال سي انترناسيونال خلال زياره المحطه قلت انا هنا لان تحدثنا تاكد من توفير كل الشروط الضروريه من اجل استغلال هذا المعنى هذا ليزيكيبمون بيبليك اللي جهزناه من اجل تحقيق الاراده السياسيه للسلطه الدوليه للبلاد وهي الحرام. وبالتالي بالنسبه للتاريخ ان شاء الله في حينها ان شاء الله ممكن زياره ثانيه زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.